السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ سوي فيلم بسرعة وتعال لحن. احنا كلياتنا هون اخوي يعني. شو بدنا نحكي؟ احنا هون مسلمين بس احنا كلياتنا الوحيد اللي صايم بيناتنا هو الاب ابو الاسلاميه. كان صايم؟ هو الوحيد اللي صايم. شو سبب الصيام تبعه؟ شو سبب الصيام يا ندر؟ ندر ندر انه الله يرافقني ويوفقني بهالزيارة للقصير. هي تاني زيارة وأنا جيت لأشارك في هذا الجهاد الروحي قبل أن يكون جهاد السلاح. هو جهاد الأرواح. وكمان كان عندي هيك طلب من خلال الطيبين رب العالمين يعني استجاب. بالله أمان. اليوم آخر يوم من هذا الصوم وأشكر الله أشكر الله وأشكر عباد الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولك جزيل الشكر على جهودك يا أبو لك. يعني أنا بدي راهن على إنه في النقاط الستة اللي وقعوا عليها حرية الرأي وحرية التعبير.